كلما يجر ضيقا ومر وسلما أجب بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم واذكر كليا حمدا لمن يحفظ كل ذي سفر من كل ما يصنعه من الدهر ثم صلاته على من قد امر بان نسافر لنقضي الوتر وبعد فالله كلمات تدي بجاه سيد الورى محمد وجاه سادات يا سبحه الرجال ذوي العلوم والفتوح والكمال فقلت راجيا من الله قبول مبتديا بما على كل رسول يا ربنا بيا مصطفى المكرم وسيد يوسف المعزم وبإمامنا قياد ذي القدى العالم العلم يا المرتدى وجاي سيد الأب القباسي وسيدي جزء لقوس الناس وسيدي أبي العزيز ذي الورى ملك الصوام وتعجب الملا وسيدي مولاي عبد الله وسيدي سهيل الله قل لي قليلي وعبيد ناصري ابن الغالي حافظا والناصري حتى يراد ناجي الليالي اي سالما وقانما بالفضل ليس مبدلا ولا مقيرا لا فاتما مفتونا او مقدرا ويجدا اهلا معا كذلك مع الأيباء قل له مالك أجب لنا يا سائب الجلال بالمصطفى وصفحته رجال أجب لنا يا سائب الجلال بالمصطفى وصفحته رجال أجب لنا يا سائب الجلال بالمصطفى وصفحة الرجال وسلم وسلم يا الله على الذي قد اعتلى مداه سيدنا محمد والآل وسلم وكل من يوالي سيدنا محمد والآل وسلم وكل من يوالي سيدنا محمد والآل وسابي وكل من يوالي وليؤفي كل شيء نفع ما لداك والتعب لي رفع يا ربنا بسورة المعون وجيل خير درر المعون يا ربنا هبلي بحق الكوثر يمنى حياتي ووجور كسر يا ربنا وجه لخير الكافرين بلا مضرة بحق الكافر وارث يا بديع انت الباقي لك راجي سبقك اتباعي سل بتسليم على سيدنا محمد ربيبنا مرسدنا وآلي وسابي وجنور زن نزم للخيرات من خير زروب وجلبي زن نهك الخيرات جميع يا مبخي الميرات بسورة النذر وتبكفا أبدة الوساد والعقفا إلا سوى النار وبالإخلاص جميل الجنات بالإخلاص رزيد يا سبور سلب السلام على
ودين ولالي وسبي في العلي والعلي ولتكفنا بأق سورة فلق وسورة الناس أذايا من خلق واكتب لها صلى عليهم بسلام في آله وسابه الباقي سلام بكل حرف من حروف بزارة ينمو بها المعروف بكل حرف من حروف بزارة ينمو بها المعروف بكل حرف من حروف بزارة ينمو بها المعروف جذبني الجنة